أهلا بكم في المناظرة اليومية. مددت السلطات الإسرائيلية اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي حتى يوم الاثنين المقبل، وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت الفتاة منذ أسبوعين بعد فيديو أظهرها وهي تتحدى الجنود وتصفعهم وتبعدهم عن منزل ذويها في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، حيث أصبحت عهد حديث الشارع الفلسطيني. حتى القيادات الفلسطينية والعربية علقت على اعتقال التميمي. ولنقاش هذا الموضوع معي في استوديو الدكتور إيدي كوهن، مدير مركز فورم كادم لحقوق الإنسان وخبير في شؤون الشرق الأوسط، مرحبا بك. والأستاذ وليد طه، عضو المكتب السياسي في الحركة الإسلامية، مرحبا بك. أبدأ معك، كيف ترى في البداية تمديد اعتقال ربما الثاني أو الثالث لعهد التميمي؟ كيف ترى هذا التعامل معها وقضيتها بشكل عام؟ عهد التميمي يا فتاة فلسطينية يافعة فتحت عينيها على الدنيا وهي تعيش احتلال بغيض. ممارسات الجنود ضد عائلة عهد وضد مجتمع عهد وشعب عهد هي من سنوات طويلة جدا. عهد هي جديدة العهد على الحياة وهي فتحت عينيها على هذه الحياة ولم ترى سوى ممارسات التنكيل والتضييق والاضطهاد والاحتلال بطبيعة الحال. عهد هي رمز للفتاة الفلسطينية صاحبة الأنفة والكبرياء التي لا تحني رأسها للمحتل ولا تخافه. هي رأيناها في الصور والتقارير من سنوات طويلة وهي ما زالت فتاة صغيرة جدا، والجنود يمارسون التنكيل بحق عائلتها وأبناء بلدها، وهي كانت منذ اليوم الأول تتصدى لهم وتحاول إنقاذ أخوها اللي كان في يد الجنود المدججين بالسلاح أمام عائلتها وأمام أبناء بلدها، العزل من كل شيء إلا من إيمانهم بعدالة قضيتهم الفلسطينية. عهد التميمي هي أيقونة الشعب الفلسطيني وهي رمز الشعب الفلسطيني، رمز كبريائه ورمز إيمانه بقضيته وعدالتها. وعهد التي رأيناها في الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرات هي عهد الشعب الفلسطيني. هذا هو الشعب الفلسطيني، شعب أعزل يعاني التنكيل والاضطهاد والاحتلال من جنود مدججين يحتلون أرضهم، يمارسون بحقهم كل ألوان التضييق والعذاب. وعهد يعني ظهرت بكبريائها وعنفوانها من خلال إيمانها بقضيتها وعدالة قضيتها. نعم، لك الرد دكتور إيدي. أني أسمع هذا الخطاب يعني أبكي أو أضحك لا أعلم. هذه الفتاة هي ضحية، هذه الفتاة محلها مكانها في المدرسة. المجتمع الفلسطيني وصل إلى انحطاط غير مسبوق له في العالم العربي. أبوها، أخوها، كل الشباب، الأنصاف شباب، هؤلاء لازم يطلعوا ويحرروا فلسطين. وعم بيحكي عن احتلال، محتلال أوكي، خلي يطلعوا الشباب هن يحرروا فلسطين. هم يعلمون أن القاصر لحظة لا نقاطعك لحظة من الشباب. هم يعلمون أن السلطات القضائية لا تنزل عقوبات ضد القاصرين هون في إسرائيل، نحن مش دولة عربية. هم يعلمون ذلك، لذلك يرسلون القاصرين والقاصرات للتشابك مع الجنود. لما هذه الفتاة بيصير عمرها 18 سنة لن يرسلوها. هذا هو مخططهم أولا. ثانيا، هؤلاء الشباب ليش ما بتبعت بنتك لهنيك؟ ليش يرسلون الآخرين لكي يموتوا؟ هذا هو فيلم إعداد تقديم مونتاج عائلة التميمي وسلطة عباس. كانوا يريدون من هذا الاستفزاز، كانوا يريدون وكانوا يصلون السلطة الفلسطينية أن يطلق النار هذا الجندي عليها، لكنه ضبط نفسه. جنود الإسرائيليين ذو أخلاق عالية أحسن من كل جنود الدول العربية، ولذلك خسروا ولم يقع في الفخ ولم يطلق النار عليها. وخليهم يستحوا يروحوا يحاربوا، تفضلوا أوكي حاروا فلسطين. ليش تبعتوا بنت 16 سنة؟ مش حرام؟ هل هذا هذه هي جريمة حرب أن ترسل ولد
أن ترسل ولد لكي يقاتل لكي يقتل، وهذا هو المجتمع الفلسطيني للأسف. نعم لك رد. هو بدأ حديثه بأنه لا يدري يبكي أم يضحك، وأنا أنصحه بأن يبكي لدرجة الانحطاط الذي وصلت إليه الأخلاق في دولة إسرائيل من خلال التعامل مع أطفال قاصرين. هي دولة محتلة والاحتلال أبدا لا يمثلني، ربما يمثل عقليتك لكن الاحتلال لا يمثلني أبدا. ابكي على حالك وقد وصلتم إلى الدرك الأسفل في أخلاقكم من خلال التعاطي مع آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون اضطهادكم والتضييق الذي يمارس بحقهم والاعتقالات التي تمارس بحقهم. الآن ونحن نجلس هناك المئات من الأطفال القاصرين الفلسطينيين من الذكور والإناث يقبعون خلف القضبان، ذنبهم الوحيد أنهم يبحثون عن الحرية، الحرية التي سلبها احتلالك، الحرية التي سلبتها سياسات دولة إسرائيل. لا أريد أن أعود إلى النكبة وما آلت إليه الأحداث بعدها، ولا أريد أن أعود لأخلاق جنودك الذين مارسوا القتل في كفر قاسم. تحية لجنود في كفر قاسم مارسوا القتل وهم يلبسون البزات العسكرية الرسمية بحق أبرياء عزل. كل ذنبهم أنهم عرب فلسطينيون عادوا من عملهم لقريتهم التي فرض عليها أو تم تقديم منع التجول عليها، وقتل من عاد بتهمة أنه خلى في نظام منع التجول. عهد التميمي ليست وحيدة يا أستاذنا، ضحية. عهد التميمي ضحية مسكينة، ضحية انحدار أخلاقكم، ضحية هذا المجتمع تبعولك، وضحية اسمع كلك شغلة. هي ضحية ماذا؟ أنت تحتلها وتحتل شعبها، ثم تريد منها أن تذهب إلى المدرسة. أولا هي ذهبت إلى المدرسة وهي متفوقة، والأطفال الفلسطينيين من عمر 8 سنوات بتعوى. نعم 8 سنوات عملت لها غسيل دماغ. نعم 8 سنوات تذهب إلى المدرسة متفوقة، ومتفوقة بامتياز، وما يدل على تفوقها هي تلك الأنفة والكبرياء التي تواجه بها جنود مدججين بالسلاح لا تخافهم، لا يرعبونها، لا يخيفونها، لأنها ببساطة تمثل قضية، هي عهد القضية الفلسطينية. عهد التميمي هي عهد الفلسطيني الذي دعك من عبد الناصر. نتحدث عن شعب الجبارين، عن أطفال فلسطين وعن فتيات فلسطين وعن فتيات فلسطين. حررها، ليش تبعت الأولاد؟ حط السلاح وروح. هم يبحثون عن التحرير بصدور عارية، وأنت تحتلهم بكل أنواع السلاح. لماذا ترسل البنات؟ عيب الشوم على المجتمع الفلسطيني. دعك من العواطف، نحن لسنا في جلسة لاستشاطة العواطف. انتوا خايفين، نحن نتحدث عن احتلال بغيض إسرائيل تمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ حزيران من عام 1967. كل القوانين الدولية تدينكم، كل الدول في العالم تدينكم. وشو الحال؟ ترسل الأولاد ليحلوا المشكلة؟ الأولاد الجنود يأتون إلى بيوتهم ليضيقون عليهم ويستجزونهم. لا، أين كانوا الجنود؟ أين كان الجنود؟ ألم يكونوا في فناء بيتهم؟ ماذا يفعلون؟ ثم لماذا يجب أن يكون في فلسطين 67 جنود؟ هناك قرارات دولية، هناك إجماع عالمي بأن هذا الاحتلال البغيض وما يمارسه من تمييز عنصري وتنكيل بحق الطفل قبل الشاب الذي تطالبه بأن يقاوم، وهو يقاوم ولا يستأذن. لو كان واحد عربي، لو الجندي كان مصري، لو الجندي كان سوري، اليوم هلأ نحن عم نحكي في 30,000 قاصر في سجون بشار الأسد. أتدري يا دكتور؟ سجون بشار الأسد. أتدري يا دكتور؟ 30,000 قاصر يموت جوعا كل يوم. أتدري يا دكتور أي شيء يسعدني سعادة غامرة؟ عندما تساوي نفسك مع هؤلاء الدكتاتوريين، لأنكم ببساطة تساوونهم في الأخلاق، تساوونهم في القمع،
تساومهم في الممارسات، وبالتالي ليس لكم أي مقاربة أو مقارنة إلا معهم. هذه أخلاقكم. شو كان الجندي الأمريكي عمل بالجندي بالبنت؟ لكان صفاها الجندي الأمريكي، الجندي البريطاني هو مثال لك، الجندي الأمريكي مثال لك ورئيسه مثال لك، والجندي الفرنساوي كان صفاها. نحن مثالنا أخلاقنا وإيماننا بقضيتنا وعدالتها. يا إيدي تبعتوا بنت شيئاً من العدالة. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ أنا معك في قرية النبي صالح. أنا معك في احتلال. روح حرر الاحتلال. خذ كلاشينكوف وروح عوس. ما تبعت البنات. يعني أنت تهرب. أنت تهرب لأنك لا تمتلك الكثير من الوسائل لتدافع عن أخلاقك المنحدرة في هذا الباب. أي أخلاق؟ تذهب إلى الكلاشينكوف والمقاومة. بدك هذا خطاب. لا ينتظرني. هذا خطاب. ولا ينتظرك عندما يريد أن يقاوم. هذا خطاب. نحن نتحدث عن فتاة. ضحية فتحت عينيها مسكينة. على الدنيا مسكينة. وأنت تصوب السلاح تجاه راسها. أنت تريد قتلها. ماذا تريد منها؟ أنت تخرج من بيتها وهي أنت حاملة للورود ثم تعطيك إياه. أنت أغرب من هناك. أغرب من هناك. ليس لك في النبي صالح وفي كل فلسطين ما تفعله. لا قليلا من الأخلاق. هذه مسألة للحكام، لنتنياهو، لعباس، للشعوب وليس للحكام. هذه لعهد ولكل الفلسطينيين أمثال عهد الذين تمثلهم عهد. ليش ما بتنزلوا للشارع؟ ليش تبعتوا بس بنت واحدة؟ انزلوا على الشارع. عملوا انتفاضة. أولا نزلوا إلى الشارع يوم انتبهيت أنت وأمثالك بقرار الغبي ترامب. وأنا أحترمك. بإعلان ترامب الذي أعلن عن القدس عاصمة لإسرائيل، هو اتخذ قرار فيما لا يملك لمن لا يستحق. القدس شو خاصة كما القدس لا خاصة رئيس وزراء هو من بحث عن هذا الإعلان ليهرب من حزمة الأمور التي تلاحقه بالأمس أو اليوم. فقط كان هناك قانون في الكنيسة، قانون التوصيات هل صدر من أجله؟ قانون التوصيات من أجل من؟ من أجل من يريد أن يهرب من استحقاقاته السياسية هنا دولة تجاه قوانين عنصرية وممارسات الجنود تجاه عهدها ممارسات عنصرية قذرة. بالنسبة للجنود، هو تحدث وهو ليس الصوت الوحيد الذي يتحدث عن ذلك. بالنسبة للتصرف الجنود، وقال لك بأنه ربما ليس على جندي قتل أو إعادة صفع عهد التميمي، لكن تصرف وكأنه انضباط لنفس. كيف ترى تصرف الجنود بعيد عن عهد التميمي؟ الهروب من واقع الاحتلال تجاه البحث عن أخلاقيات غير موجودة أساسا في قاموس وعقيدة هذا الجيش. أنا كمواطن أنا أجيب بما أفهم وليس بما تريد أن. أنا كمواطن ابن كفر قاسم أعلم أن هذا الجيش لا يملك شيء من طهارة السلاح التي يدعونها ولا الأخلاق. وأنا أعلم أيضا بأنه الاحتلال منذ أن مورس على الشعب الفلسطيني هم يريدون أن يبحثوا عن صور لجندي، يعني بما يرد جندي مدجج بالسلاح لفتاة قاصرة، بما يرد هو يعني يتباهى بأن الجندي لم يطلق النار عليها. أنا آتي بمئات الأمثلة لجنود أطلقوا النار على أطفال وقتلوهم. هناك المئات والألاف من الأطفال الفلسطينيين من الصبيان والفتيات يقبعون الآن خلف القضبان. تهمتهم أنهم أبناء لشعب فلسطيني يبحث عن حريته. يا عمي هم لا يريدون احتلالكم. كيف تصرفوا؟ اغربوا عنهم. هذا الجندي ما تخدي الأمثال. تصرف الجندي لا يعطيه أي امتياز. ما بيجاوبك. أي امتياز أمام فتاة. كيف تصرفوا منيح أما مش منيح؟ أمام فتاة قاصرة. يعني قلت لك هل تبحث عن مواقف أخلاقية في ظل واقع غير أخلاقي؟ أنت تمارسه. مين عنده الأخلاق؟ أنت تمارس حماس عنده أخلاق. زتت تبع الفتح زتته من طابق 12. انظر كيف تهرب من الموضوع. أنا لا أهرب. أنا أقول لك الحقيقة. أنت أردت مني أن أعبر رأيي في جندي مدجج بالسلاح. وأنت سألتني ما رأيك في تصرف الجندي. وأنا أقول لك
لا يوجد أخلاق لجندي محتل. أنا لا أعرف في هذه الحالة بالذات كيف كان التصرف؟ لا يوجد أخلاق لجندي محتل، وأنا أعرف وممارسات هذا هذا الاحتلال أثبتت. ودعك من الاحتلال حتى ممارسات العملية الخمسوية. شوف دعنا نطير. تفضل دكتور سيد. يذهب إلى حماس إلى أبو مازن. سأعطيك تحدث في موضوع عهد التميمي والتنكيل بالأطفال. أستاذ وليد، ما في تنكيل. لا فرق بين حماس، بين داعش، بين حزب الله وبين الحشد الشعبي بعراق الذي يقتل الأكراد الأبرياء. هدول كلهم عملة واحدة، لا فرق بينهم. الفرق الوحيد بأن حماس لا توثق، لا تصور الضحايا. هل هناك فرق في التنكيل بينك وبين السيسي؟ نحن ما في وبين بشار السيسي وبين المالكي السيسي. ما الفرق بينك وبينهم وأنت تنكل في الأطفال؟ دولة إسرائيل دولة أخلاقية، عنا قانون. إحنا لا يا لا تعب لهذا الهراء. لا تعب لهذا الهراء. في عنا قانون. هذا هراء. البلد مدد مين مدد؟ في عنا احتلال حبشة. في عنا احتلال بغيض قذر يمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ العام 1967. وأي بحث عن صور لأخلاقيات من خلال الاحتلال هي انحطاط في المعايير. شو عمل فيكم الملك حسين ب76؟ شو عمل بالفلسطينيين؟ لماذا تأتي بهذا المثال؟ لا، كيف العرب يعاملون الفلسطينيين؟ وماذا فعلت أنت في كفر قاسم في 56؟ وماذا فعلت في دير ياسين؟ وماذا فعلت في كبيا؟ وماذا فعلت في يوم الأرض في سخنين وعرابي ودير حنا؟ وماذا فعلت في كفر قاسم قبل 6 شهور؟ أنتم تمارسون القتل بحق الشباب والأطفال ثم تأتيني جرائم الفلسطينيين بحق العرب أكثر بمشيات تشبهكم في الممارسة حماس. لتؤكد لي شيئا أنا لا أفهمه. أنا أقول لك أنت تعد نفسك من الدول الديمقراطية وإسرائيل تعد نفسها من الدول الديمقراطية، لكنها الدولة الوحيدة في العالم التي ما زالت تحتل شعب آخر منذ العام 1967. هناك العشرات ربما المئة، مئة قانون عنصري بحق الفلسطينيين في الداخل. هناك تنكيل يا إيدي هناك تنكيل يمارس بحق الفلسطينيين. أنا أريد أن أعطيك صيغة أريحك بها. تصريحات ترامب وبحث نتنياهو عن تصرفات مثل تصرف ترامب الأخير كلها تصب في قتل ما يسمى بعملية السلام. هم لا يريدون حل مبني على دولتين. أنا أقول لك لا يريدون دولتين، بلاش دولتين. تعالوا نعمل دولة واحدة الكل فيها متساوون في القانون. اسمع شوي، نحن معا نتفق على اسمها وعلمها وجيشها ونظام حكمها ولا نريد حل الدولتين. أما أن تبقى تنكل بالأطفال وتنكل بشعب منذ العام 1967 وكل الأوراق والقوانين الدولية تدينك، يعني كالعادة أنت لا تستطيع أن تفعل. هو تكلم عن احتلال. ما بخليك تحكي احتلال. هو نسي أنه إيران محتلة أجزاء كبيرة من كردستان، أنه الإمارات ومن جزر الإمارات. يعني أنت تساوي نفسك بها. لا خليني أحكي. هو نسي أنه سوريا أراضيها محتلة من قبل تركيا. يعني هو بس بيقول لك الاحتلال الإسرائيلي. بتحاز تحكي برضه. ليه ما ذكرتها؟ سوريا أراضيها محتلة برضه من قبل إسرائيل لأنها عقلية احتلال كما إيران كما إيران والأهواز. أنتم عقلية احتلال. بس ما في. لا أنت يعني أنت تشوه التاريخ وحتى الجغرافيا. أنا لا أشوه. بس في احتلال إسرائيلي. أنت الذي تشوه. وليش احتلال تركي؟ لماذا عليك أن تحتل شعب تركي؟ لأصحابك الأتراك. أصحاب الأطراف ماذا فيه؟ يحتلون أجزاء كبيرة من سوريا. مظبوط أم لا؟ لا أنت أنت لا تعرف التاريخ. وأنت لا تعرف الجغرافيا. أجزاء كبيرة من سوريا. الجولان السوري المحتل من يحتله؟ الجولان أصبح سنة قانون في الجولان الإسرائيلي بامتياز. أنت تستطيع أن تسن ما تشاء، لكن النواميس الكونية أثبتت أن أي محتل سيكنس كما يكنس الغبار من على البلاط. دعك من قوانينك، قوانينك تفيدك لوحدك. قوانين التوصيات قانون، أي قوانين؟ قوانين الأذان قانون،
عشرات القوانين العنصرية، قوانين نحن جينا هون لحتى نحكي عن قصة هذه الضحية. أنت ذهبت إلى إيران. لا أنت بتحكي عن احتلال. ألا ترى بأن من جعل عهد التميمي بطلة شبكات التواصل الاجتماعي وحتى بطلة قومية في نهاية المطاف هو الجيش الإسرائيلي وإسرائيل؟ كانت من البداية لا حاجة لاعتقال عهد التميمي ولا تمديد اعتقال مرة أو مرتين أو ثلاثة، وفي نهاية المطاف لا تستطيع إسرائيل محاكمة عهد التميمي لأنها قاصرة. أولا تستطيع، لو حتى لو القاصر قام بجريمة يجب محاكمته. القاصر مش يعني ما فيك يعني لا يمكن أن يكون، يجب محاكمة حتى القاصر. هذا قانون حتى بالولايات المتحدة وبريطانيا. هذه شوف، لا دولة إسرائيل لا يمكنها أن تكون مكتوفية الأيدي لما بتشوف واحدة قاصرة تصفى جندي. هناك هيبة الدولة، هناك شرف، هذا جندي وهذا عار على أي حكومة إن لم تكن لن تحاكم هذه الفتاة أو أهلها. هاي فتاة بريئة، يعني أنا يعني ما عندي، أنا ألوم أهلها. يبحثون عن الشهرة، يبحثون عن الأموال، يبحثون عن يعني عن التحريض. وهذا الفيلم تبع سلطة عباس هذا كله كان يعني كان في كاميرا وقالوا له روحي لهنيك إصبعي، يعني هذا كله كان مخطط، هذا مش يعني عفوي، هذا مخطط، هذا كمين، هذا فخ. كانوا يريدون أن يقع هذا الجندي الباسل بفخ، لم يقع في فخكم. أنتم أنه يستعمل مفردات، حتى أنه يستعمل مفردات الأنظمة الاستبدادية هذا الجندي الباسل. لكني أريد أن أفاجأك أستاذ فراس، عهد التميمي لا تحاكمها إسرائيل، عهد التميمي هي التي تحاكم إسرائيل. وإسرائيل بأخلاقها المنحطة، بأخلاق جنودها المنحطة، باحتلالها، بما يحتوي الاحتلال من 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 بغض، الآن في قفص الاتهام أمام عهد التميمي. عهد التميمي ربما تعاني يوم اثنين، اسبوع اثنين، لكنها ستخرج مرفوعة الرأس ضحية. واحتلالكم هو الذي سيحكم عليه بالإدانة، وهو محكوم عليه بالإدانة، وعهد التميمي هي من تحاكم إسرائيل وليس العكس. هذا كلام يعني ديماغوغي، هذا غسيل دماغ، هذا كلام رومانسي. هناك فتاة مسكينة في السجن وأبيها أو مجتمعها يعني يتلقى الأموال من يعني يتاجرون بها. سجن كبير، حولتم فلسطين كل يتاجرون بها إلى سجن كبير. ما الفرق يتاجرون بين بها. السجن الكبير والسجن الصغير يا إيدي، ما الفرق بينهما؟ بدكم تقاوموا، قاوم أنت، ليش تبعد بنت هو يعود على نفس الجملة. لا مش عن هذه الحقيقة. الهزيلة. أنا يعني أنا كأب أحرى بك على هذه البلد. أن تتحدث بلغة الأكاديمية ولغة السياسة. أنا والد. وليس بلغة العواطف. لن أرسل ابنتي إلى 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 القتل. أنت من فرضت هذا الواقع. احتلالك من فرض هذا الواقع. حتى لو إيران احتلت إسرائيل، أنا لن أرسل بنتي لكي تحرر إسرائيل من مخالب إيران. بروح أنا بضحي بنفسي. ما ببعت بنتي يا عيب الشوم عليكم انتم، استحوا على دمكم، روح قاوم انت، خذ سلاح وقاوم، ليش تبعت بنت كسرة يا عيب الشوم؟ هذا مجتمع، هذا انحطاط غير مسبوق، تعلموا من الدواعش. صدقني هذه جريمة حرب. لو كانت قتلت هذه الفتاة شو كانوا عملوا؟ كانوا عملوا شهيدة شهيدة شهيدة. انتم لا تقدسون الحياة، تقدسون الموت. نحن الشعب اليهودي نقدس الحياة. استاذ ايدي، انا اضمن لك ان من يستمع اليك يسخر من اسلوبك، لانك تعود وتتحدث عن موضوع يعني افرازات احتلالك هي من اوجدته. كون ان عهد فتاة، وكون أن عهد خرجت إلى جندي في فناء بيتها، يدينك أنت ولا يدين الفتاة. لا لماذا تستعمل أساليب يعني دنيئة في استشاطة المشاعر في غير مكانها؟ تحدث هنا، تحدث هنا يا أستاذي، ما الذي يفعله جنودك في فناء بيت عهد؟ ما الذي يفعله جنودك في قرية النبي صالح؟ ما الذي يفعله جنودك في رام الله والخليل ونابلس وبيت لحم وجنين؟ ما الذي يفعله جنودك في كل الأراضي الفلسطينية يعني المحتلة؟ ألا ينبغي لك أن تستخلص العبر
بدل أن تمجد الجندي الباسل المدجج بالسلاح الذي يعني عمل لك معروف وكأنه من خلال حديثك عمل لك معروف أنه لم يطلق الرصاص على عهد، أعطاك سكوب إعلامي من أجل أن تأتي لتتباهى به. سكوب الإعلامي أنتم أقول لك عهد التميمي أيكون لحالة فلسطينية مسكينة، هي أنموذج، هي مسكينة، هي أنموذج، هي أنموذج لحالة فلسطينية. لماذا لا يرسل ترجل أنت، ترجل أنت وامتلك الشجاعة لتأتي من مكانك في الجامعة ومن مكانك عبر الندوات وعبر وسائل الإعلام لتقول كفانا عارا أننا نحتل هذا الشعب، كفانا عارا يتكلم أننا ننكل بأطفاله، كفانا عارا كفانا عارا أننا نحاكم على يد عهد التميمي. هذا ما هذا ما عليك أن تقوله. شجاعة لا يحق لكم، شجاعة روح قاوي ما تبعت البنت. لم يبقى للوقت. الدكتور إيدي كوين خبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. الأستاذ وليد طه عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، نأتي إلى ختام هذه المناظرة اليومية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.